يا اهلا بيكم مره تانيه. رجعنا عشان نكمل مع حضراتكم موضوعاتنا واخبارنا، وبرضه نتعرف معاكم على اخر الاخبار والمستجدات في النادي الاهلي وفروعه المختلفه من خلال زميلتنا العزيزه ساره حامد. هي موجوده حاليا في مقر النادي الاهلي في الجزيره. صباح الخير عليك يا ساره، اتفضلي احنا سامعينك. صباح الخير يا كريم، وبصبح عليك يا نهاوند وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، وزي طبعا معوداكم دايما هنقول لكم كل الاخبار والامور المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. وخليني ابتدي معاكم باخبار الفريق الاول لكره القدم تحت قياده المدير الفني ريكاردو سواريش. ويمكن الفريق لحد دلوقتي يعني حاليا بيواصل التدريبات بشكل طبيعي ومستمر في معسكر مغلق في احد فنادق في برج العرب اللي قريبه طبعا من ملعب المباراه القادمه امام المصري، هو ملعب الجيش ببرج العرب في مدينه الاسكندريه. وحاليا الفريق يعني مستمر في معسكر مغلق استعدادا للمباراه القادمه، مباراه المصري، واللي هتقام بكره ان شاء الله في تمام الساعه 9 مساء على زي ما قلت على ملعب استاد الجيش ببرج العرب في مدينه الاسكندريه. والمباراة دي إن شاء الله هتكون في الجولة 30 من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم. ده بالنسبة لكرة القدم. خليني أروح للألعاب الأخرى، والفريق الأول لكرة اليد رجال تحت قيادة المدير الفني الأسباني دانيال جوردو. ويمكن مستر دانيال يعني يا كريم نهاوند قرر الفترة دي إنه يخوض العديد من التجارب الودية أو المباريات الودية مع فريق النادي الأهلي استعدادا للموسم الجديد. ويمكن بدأ أول تجاربه الودية كانت مع منتخب مصر لكرة اليد مواليد 2002. يمكن المباراة دي كانت على صالة الدكتور حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر، وانتهت بالتعادل للفرقتين بنتيجة 31-31 للنادي الأهلي ومنتخب مصر 2002. ويمكن مش دي بس يعني المباراة الودية الوحيدة اللي لعبها النادي الأهلي، كمان امبارح يعني كان في مباراة ودية هنا في صالة الأمير عبدالله الفيصل داخل مقر النادي الأهلي، وكانت مع نادي الطيران مباراة ودية وانتهت بفوز النادي الأهلي بنتيجة 31-22. ويمكن مستر دانيال يعني يا كريم يا نهاوند عايز ان هو يخوض العديد من المباريات اكتر من يعني المباريتين دول خلال الفتره القادمه عشان يكون مستعد بشكل مناسب وبشكل جيد للموسم الجديد للعبة كرة اليد. ويمكن الموسم بالنسبة للعبة كرة اليد إن شاء الله هيبتدي في آخر شهر سبتمبر أو مع بداية شهر أكتوبر المقبل إن شاء الله، يعني ده هيكون بالنسبة لكرة اليد والموسم الجديد. كمان لعبة كرة السلة والفريق الأول لكرة السلة سيدات تحت قيادة الكابتن طارق خيري. يمكن امبارح يعني كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي أعلن عن تجديد يعني واحدة من النجوم النادي الاهلي او الفريق النادي الاهلي لكره السله رضوى محمد. ويمكن رضوى محمد يعني جددت للنادي الاهلي وللعب في النادي الاهلي لمده 4 مواسم. يمكن اكد يعني كابتن خالد العوضي ان رضوى محمد يعني واحده من اللاعبات المميزه ومن القوائم الاساسيه لفريق النادي الاهلي. يمكن اللي بيميزها ان هي عندها يعني خبره كبيره في لعبه كره السله تقدر تفيد بيها يعني فريق النادي الاهلي ويعني جميع لاعبات النادي الاهلي يعني بالتعاون مع بعض طبعا في اللعب لمصلحه النادي الاهلي. ويمكن يعني كابتن خالد العوضي مش بس جدد لرضوى يعني الفتره دي، يمكن الفتره الماضيه كمان اعلن عن ان هو جدد للعديد من اللاعبات المهمين في فريق النادي الاهلي منهم نادين سلعاوي و ثريا محمد ونهى شتا، وكمان التدعيم للفريق بهاله مصطفى العائده مره اخرى من سبورتنج، هاله مصطفى لمده 4 مواسم، وميرال اشرف ايضا لمده 4 مواسم. ده بالنسبه لفريق كره السله سيدات. نروح لفريق كره السله رجال وتحت قياده يعني مدير الفني الاسباني مستر اجاستي ابوش. يمكن يعني نادي الاهلي الموسم الماضي يا كريم يا نهاوند كان هو حامل اللقب للبطوله العربيه لكره السله، السنه دي ان شاء الله كمان هيشارك في النسخه القادمه وهيدافع عن لقبه مره اخرى. يمكن ده بعد ما اعلن الاتحاد العربي لكره السله يعني عن القائمه النهائيه لاسماء الفرق اللي هتشارك ان شاء الله في البطوله العربيه النسخه القادمه واللي هتقام ما بين يعني فتره 5-15 اكتوبر الشهر المقبل واللي هيكون يعني اقامتها في دوله الكويت. وما بين يعني الفرق دي يعني 16 فرقه هتشارك في البطوله ما بينهم نادي الاتحاد السكندري المصري وفريقنا فريق النادي الاهلي، هيشاركوا الفرقتين من مصر بس في البطوله العربيه، والنادي الاهلي هيدافع مره اخرى عن لقبه
في الموسم ده، ويمكن ان شاء الله يعني البطوله العربيه هي تكون اول البطولات اللي هيشارك فيها النادي الاهلي مع بدايه الموسم. ويمكن لحد دلوقتي لسه يعني الفريق ما رجعش للتدريبات الجماعيه بشكل نهائي، ده بسبب ان مستر اجاستي بوش حاليا يعني في اسبانيا لسه، وبعض اللعيبه كمان مشاركه مع منتخب مصر في الفتره الحاليه. يمكن يعني ان شاء الله يا كريم يا نهاوند الفتره القادمه او في خلال يعني الايام القادمه الفريق يعني هيرجع مره اخرى للتدريبات الجماعيه داخل مقر النادي الاهلي، ويمكن الكل هيرجع ما عدا لاعب واحد فقط وهو المحترف الجديد للنادي الاهلي والتر هادج، هينضم ان شاء الله للفريق وللتدريبات الجماعيه مع بدايه الشهر المقبل عشان يشارك مع الفريق بشكل نهائي وبشكل رسمي خلال الفتره القادمه. يمكن دي يا كريم ونهاوند كانت كل اخبارنا النهارده المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. اكيد انا معاك يا كريم ومعاك يا نهاوند لو في اي سؤال، والان العوده مره اخرى للاستوديو، الكلمه ليك يا كريم. اكيد اتفضل. شكرا لك يا سارة، جزيل الشكر على هذه التغطية.